الغذائيه، شنو هما المعايير اللي خصنا نحافظوا عليهم، وغادي نهضروا كذلك على سلسله التبريد واهميه الحفاظ عليها، غادي نهضروا كذلك على تواريخ صلاحيه ومجموعه من المواضيع اخرى. اليوم كان عندنا واحد اليوم تحسيسي بخصوص تخزين المواد الغذائيه، وبطبيعه الحال كان احنا على مرأة من شهر رمضان ان شاء الله الكريم. دونك منين نقرب شهر رمضان فكرنا لان كاين كثير من المواد الغذائيه اللي كتستوكا في هذه الاثناء هذه في المحلات نتاع المواد الغذائيه، مثل التمور، مثل المواد الاوليه اللي كيستعملوها المستهلكين، كتستعملها الساكنه في صناعه حلويات لشهر رمضان ان شاء الله. ارتأينا حنا كمكتب حفظ الصحه بجامعه الدروه اننا ننظموا هذا اليوم لهاد المستفيدين هادو من هذه الفئه، واللي شارك معنا في هذا اليوم واللي شرفنا بالحضور ديالو هو اطباء زملاء ديالنا في مكاتب حفظ الصحه بالجهات قريبا، اللي هما من ستات كنلقاوهم من بن سليمان، بوزنيقه، من نواصر. اللي اثار انتباه ديالنا هو هاد الصعوبه ديال بعض الاحيان ديال تخزين ديال المواد الغذائيه اللي كيلقاوها اصحاب المحلات، وحنا الغايه من هاد اليوم هذا ان شاء الله هو اننا نوعيو هاد الفئه هادو من الناس من الحريفيه باش يعرفوا كيفاش يديروا يتفاداوا بعض الامور وتوفر بعض المعايير الصحيه في المحلات ديالهم، وهذا الشيء بطبيعه الحال كله كيبقى الحمايه ديال المستهلك. وشكرا. المواضيع اللي طرقنا لها هي مواضيع كتهم هذه الفئه هذه، التخزين ديال المواد الغذائيه، ستوكاج ديالهم، الديبو كي خاصو يكون، المعايير الصحيه، يعني المحل خاص يكون فيه الماء، خاص يكون فيه الضوء التهويه ديالو، كيفاش المحل كيفاش يختار مول المحل ديالو قبل ما يبدا يستفس السلعه ديالو، الطريقه ديال الريوناج ديال السلعه، الطريقه ديالو ديال المراقبه في المراقبه ديال تاريخ الصلاحيه. هي مواضيع كثيره اللي طبيعة الحال كتهم المواد الغذائية، وكنتمنى أن المستفيدين يخرجوا من هذا النهار هذا مستفيدين يعني الماكسيموم ديال الأمور اللي يقدروا يكونوا تعلموا منه اليوم، ونكونوا وصلنا للهدف ديالنا. شكرا. السلام عليكم، معكم يوسف، تاجر من مدينة من مشروع المسيرة جامعة الدروة. جينا لهنا دارت لنا السلطة واحد الدورة تكوينية واستفدنا فيها بزاف، وسميتو علمونا كيفاش نتعاملوا مع السلعه، وسميتو وشروط التخزين وبزاف ديال الحوايج، وعلمونا حتى الطريقه باش نتعاملوا مع سميتو مع التبريد، وسميتو ولا كان شي تسمم لا قدر الله والله يحفظ كي غنتعاملوا معاها، يعني باش سميتو تدي بنادم من سميتو لي زيرجونس بوس، وبزاف ديال الحوايج استفدنا منهم ما كناش عارفينهم، والحمد لله هذا الشيء من فضل ربي. بحكم المجال ديال العمل ديالي اللي هو لا ريستوراسيون، حضرت اليوم لواحد الندوه اللي هضرات على كيفيه السلامه ديال التغذيه، واللي علمونا فيها كيفاش نستوكيو السلعه ديالنا اللي كتحتاج للتبريد في لي فريغو في الثلاجه، وكيفاش نستوكيو السلعه اللي ما كتحتاجش الرطوبه، وعلمونا ايضا كيفاش نقاوم الحشرات، وقايه من الحشرات ومن لي باكتيري اللي كتكون في الكوزينه وفي لي ديبو.